احنا نقلنا الشتلات من حديقة الأورمون لحديقة الحيوان هنا عشان تكون بعيدة شوية عن التطوير وعن اللي بيحصل في حديقة الأورمون. عندنا هنا مشاتل كتير، جزء منهم من قسم تبادل البذور. قسم تبادل البذور بتاعنا بدأنا نتواصل مع الحدائق النباتية العالمية برا مصر عشان نبدأ نتبادل البذور، واحنا اوريدي الدنيا بدأت تبقى احسن وبدأت الاشجار تنبت شوية. عندنا هنا حوالي 32 الف شتلة ومنهم 8000 صبارة، وبالنسبة لتبادل البذور عندنا حوالي 400 شتلة صغيرة.